الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على نبي الله سيدنا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. تكلمت البارحة عن شيء من قصة سيدنا نوح عليه السلام وأسلوبه في دعوته إلى الله، وأشرت إلى رد بعض الشبهات في الكلام عن قصته ودعائه على قومه، وقلت إن للحديث بقية، وها أنا ذا أتابع في شأن هذه القصة العظيمة التي فيها عبر ودروس وتعليم وتوجيه في الدعوة إلى الله عز وجل. حدثنا الله تعالى في أكثر من موضع عن قصة نوح عليه السلام، وجاءت سورة في القرآن باسمه عليه أفضل الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله الكرام. لما بدأ بدعوته وتعاقبت الأجيال جيلا فجيل ولم يستجيبوا لكلامه، وصاروا يوصون بعضهم بألا يستمعوا له وألا يقبلوا لكلامه، كان هذا سببا في شيء من الألم الذي أصاب سيدنا نوح عليه السلام، ولكن الله تعالى كان يقويه ويشد من عزمه وأزره ويزرع في قلبه الصبر والثبات والطمأنينة والرضا بالقضاء، إلى أن جاء الأجل المحتوم الذي قدمنا الإشارة إليه البارحة، وهو قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لما جاءت هذه الآية كانت إيذانا بتغير الموازين التي جرت بينه وبين قومه، كانت الدعوة دعوة ملاطفة ليس فيها مقارعة، والآن ستتحول إلى دعوة فيها شيء من القوة وإظهار عزة الله تعالى التي يكرم بها أنبياءه ورسله وأتباعه. قال الله تعالى: ويصنع الفلك. وفي كثير من آي القرآن العظيم هناك ما يسمى بالإيجاز يا أيها الكرام. قال: ما الإيجاز؟ الإيجاز الاختصار، يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة دون ذكر كل التفاصيل. قال: لماذا؟ لأن الغاية من ذكر كثير من القصص في القرآن هي العبرة وليست سرد قصص لنتسلى أو لنسر بها، كما كان بعض الناس قديما يجلسون في المقاهي ليسمعوا القصص الخرافية عن الزير سالم وما أدري من وفلان وفلان. الغاية من قصص القرآن في الأصل هي العبرة والانتفاع، ومن ثم إذا جاءت بعض الجزئيات التي تشرح ما جرى فهي لتثبيت سياق القصة، وليست الغاية إذن الأصلية هي شرح كل ما جرى من جزئيات. قال: ويصنع الفلك، أي بعد أن دعاهم فأبوا واستمر عليهم فصبر وصابر إلى أن جاءه الوحي الإلهي بأنهم لن يؤمنوا، أوحي إليه أن يبدأ بصناعة الفلك. والفلك كلمة تطلق على السفينة مفردا وجمعا، لو قلنا سفينة واحدة تسمى فلكا، ولو قلنا 10,000 سفينة تسمى فلكا. قال: ويصنع الفلك، أي السفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لماذا يسخرون منه؟ هو يصنع سفينة، ما العيب في هذا؟ العيب في نظرهم أنه يصنعها وهو في مكان بعيد جدا عن المياه، ولما تصنع سفينة في مكان بعيد جدا عن المياه هذا شيء في تلك الأعصر جالب للسخرية. لما؟ كيف ستسحب هذه السفينة الضخمة؟ هم يرونها كبيرة، بدأ بصنعها، كيف ستسحب إلى المياه هذه؟ الذي تحتاج إلى عشرات الرجال وإلى قوى وإلى أساليب وإلى إزالة العقبات من الطرق التي ستمر بها، يعني هناك مصاعب شتى حتى تصل إلى الماء، فتذهب فتصنعها في مكان بعيد عن الماء، عجبا لك. لذلك لما رأوه يصنعها بدأوا بالسخرية منه.
طبعا الى اليوم مصانع السفن في اكثر دول العالم على الشاطئ، على الشواطئ يعني في المدن الساحلية، هذا امر معهود. ولما صنعت سفن وجيء بها من مكان بعيد كان ذلك اشبه بالامر الخارق، كما حصل يوما مع السلطان الصالح العظيم محمد الفاتح رحمه الله، السلطان العثماني الذي فتح القسطنطينية يعني اسطنبول لما كانت بأيدي الروم، صنع السفن في مكان بعيد ومهد الطرقات وجهزها وطلاها بما يستطيع تستطيع السفن أن تمشي عليه حتى أوصلها إلى الخليج الذهبي في اسطنبول، نعم، وأنزلها بسرعة رهيبة في الليل إلى الخليج، ثم بدأت بضرب وقذف المدافع على أهل ما يسمى بالقسطنطينية حينها وفتحها رحمه الله تعالى، فكانت أمرا عجبا مذهلا. قال: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية هذا شأن كبير وعبرة كبيرة. ما من إنسان يدعو إلى خير أو دين أو التزام أو صلاح إلا وسيقابل بالسخرية، فإن تكن من أهل الحق فاثبت على حقك ولا تدفعنك السخرية إلى ترك ما أنت عليه. السخرية ديدن البشر الضالين عبر العصور. كم ذكرت آيات القرآن العظيم سخرية أهل مكة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك باقي الرسل كم سخر قومهم منهم، وكذلك الصالحون والعلماء العاملون عبر العصور. السخرية من أشد وأنكى الوسائل التي يستخدمها البعداء عن الله تعالى في الصد عن سبيل الله. لذلك يا أيها الأحبة، حتى لو واجهنا هذا الأسلوب فينبغي الصبر عليه. كثير منا ليس داعية، ولكن حتى مع أولاده، أولاده يقولوا له إن شاء الله إن شاء الله، صلوا إن شاء الله بابا إن شاء الله، يقولوا له على عرسك بس ما عم تطلع معهم يعني. هذا واقع، وهو يشعر ويتألم. والله تعالى لما حكى لنا شأن الأنبياء كيف تحملوا السخرية ليعلمنا، أنا قلت إنني أسوق هذه القصص منذ يومين، قصة سيدنا إبراهيم ثم سيدنا قصة سيدنا نوح، لنتعلم كما قلت، لأن الأصل في القصص والعبرة وليس سرد الحوادث. لنتعلم، سنتعرض لسخرية كثيرة. ملابسنا الآن كثير ممن يلبس زيا إسلاميا طيبا في الشارع قالوا عليه إيش المناظر، متخلف عقليا صح، لأنه التخلف العقلي بالملابس مو بالعقل، أما التي تكشف فرجها والعياذ بالله فليست متخلفة، هذه متطورة. في بلاد الغرب يكشفون فروجهم رجالا ونساء، ما في حرج. أما ذاك متخلف، المتخلف من هو؟ لو كان هذا الإنسان عاقلاً الذي يقول مثل هذا الكلام لعرف أنه لما يكشف هو والمرأة عن أنفسهما هو المتخلف. قال ليه؟ لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن الدواب لا تستر نفسها. عمرك شفت بقرة مخبية فرجة؟ عمرك شفت حمار مخبي عضوة؟ لا بأس أن نضحك، اضحك، حقنا نضحك، ما بخبوا لأني حمار. أما إنسان الله تعالى زينه، أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، هذه كرامة لك يا أيها العاقل، لكن من لا يستحق الكرامة هو يستحق أن يسخر منه. ده تسخر على الإنسان الذي ستر نفسه وزينه الله بهذا الشكل، اسخر من نفسك، سبحان الله. إذن السخرية أيها الأحبة وسيلة قديمة حديثة في الصد عن سبيل الله، فلنتحمل ولنصبر بدءا من أهلنا وأقاربنا وانتهاءا بآخر الناس. منذ يومين جاءني أخ يحدثني فيقول: أردت أن أسجل ابنتي في الدراسة الشرعية في الثانوية الشرعية، هي في بداية عمرها، كانت في مدرسة عامة يريد أن ينقلها للدراسة الشرعية،
قال دخلت إلى المدرسة أريد أن أخذ الأوراق. فقالوا له للأب إلى أين ستنقلها؟ قال إلى الثانوية الشرعية. فجعلوا ينظرون إلي ويحدقون النظر، هذه طالبة مجدة تنقلها إلى الثانوية الشرعية، مرتكب جريمة، طلع الرجل ما بيعرف حاله، ده تنقلها على الثانوية الشرعية، طالبة شاطرة مجتهدة، ده تنقلها أي صح ولا باخدة على معهد الفنون المسرحية أو أجود، أجود بكثير جدا. من كل عقولهم يحدثني الرجل يقول المدرسة التي تقول هذا الكلام متكشفة تدخن، تعلم الطلبة، هي تعلم الطالبات، لذلك هي تحتقر نقل ابنته إلى الثانوية الشرعية، فهي تدخن ومتكشفة وتضع رجلا على رجل وتضع المساحيق على وجهها، ثم تعاتب الأب وتؤنبه على نقل ابنته للثانوية الشرعية. قلت إيش الذي جرى لك؟ الرجل هكذا قال لي والعهدة عليه وأظنه صادقا، أظنه صادقا. قال ألهمني الله فقلت كلمة عجيبة. قلت ماذا قلت؟ قال طالعت مشان ما تطلع مثلك يا إنسي، والله إن قالها أعزه الله في الدنيا والآخرة، الله يعز من يعز دينه يا جماعة، اللهم أعز من يعز دينك يا رب وأذل من يذل دينك. قال لها مشان ما تطلع مثلك، حسبي الله ونعم الوكيل، لله الأمر من قبل ومن بعد. فيا أيها الأحبة أصمد في وجه أعاصير السخرية، فكل من أطاع الله سيتعرض للسخرية من القريب ومن البعيد، لا تأبه، ليس لأنك بلا إحساس، أيضا لأن هؤلاء المجرمون يقولون إيش ما في حس، دايما ضحك عليك ما بتحس، لا بحس أكثر منكم، لكنني أصبر وأصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذه سوية، مو لأني ما في إحساس، فيه إحساس أكثر منك، بس أمرت بالصبر والمصابرة. فيسخرون من سيدنا نوح عليه السلام، فأجابهم قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذا كنتم تسخرون فسيأتي وقت سنبادلكم بصنعكم. السخرية في الأصل يا أيها الأحبة شيء سيء كما أشرنا. فلما قال لهم سيدنا نوح إنا نسخر منكم كما تسخرون، ليس لأنه يبادلهم سوءهم بسوء، ولكن هذا على سبيل المجازات فقط. بمعنى لو أن إنسانا نسأل الله العافية ضرب رجلا فقطع له يده، ما حكم الشرع فيه؟ أن تقطع يده بس. فلما أجابهم سيدنا نوح فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ليس لأن من طبعي أو ديدني أو شأن الرجل المؤمن الصالح الملتزم أن يسخر من العباد أبدا، وإنما هو جزاء وفاقا كما قال الله تعالى، مو من أجل أن أتشفى، أنا لست حاقدا على البشر، وإنما لأريكم جزاء عملكم فقط، كما قال الله تعالى عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. الله تعالى ليس بحاجة أن يسخر من عباده، هم أصلا عنده كجناح بعوضة، ولكن ما المقصود؟ أي جازاهم بمثل عملهم، ماذا يستحقون؟ أعطاهم إياه فقط لا أكثر ولا أقل. قال فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كم بقي سيدنا نوح يبني في السفينة؟ الله أعلم. أيضا الله أعلم. طبعا تروي بعض كتب التفسير أنه زرع الشجرة وانتظر أن تكبر ثم أن تجف ثم قطعها، بعض كتب التفسير تروي هذا، وأنا أشك في هذا لأنه لم يروى لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما هو من منقولات أهل الكتاب. لكن هل يمكن أنه أطال في صنع السفينة؟ ممكن،
لكن هذه التفاصيل التي تروى الله أعلم من صحتها، وأنا كما قلت أشك فيها لأنها ليست مروية في السنة قط، وإنما هي من أقاصيص أهل الكتاب. قال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. جاء أمرنا، كان الله تعالى قد أوحى إلى نبيه نوح عليه السلام بأن علامة بداية ما سيحل بقومك الكافرين من الهلاك هو الثوران وفوران التنور. كثير من أهل العلم من المفسرين قالوا التنور هو وجه الأرض، يعني الأرض بدها تنبع، وبعضهم وهم أقل عددا قالوا التنور هو التنور المعروف الذي يخبز فيه الخبز وتشعل فيه النار. وأنا أقول والله أعلم وأنا ضعيف عبد ضعيف، ولكن نفسي تميل إلى القول الثاني وليس الأول، رغم أن الأول وهو أن التنور وجه الأرض كما قال كثير يعني هو قول الأكثر، لكن لما ينبع الماء من المكان الذي كان معدا لنبع النار وظهون النار فهذا أبلغ في الإعجاز. لذلك أشارت الآية إلى هذا، المكان الذي كانت تشتعل وتلتهب فيه النار هو الذي سينبع منه الماء، نعم إظهارا لقدرة الملك العلام سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. قال: أي تنور؟ تنورا عينه له الله تعالى، فلعله كان في بيته أو في مكان آخر. بدأ التنور بنبع الماء، مكان اشتعال النار صار يظهر منه الماء، فعرف سيدنا نوح عليه السلام أن الأمر قد تم وأن الإذن قد جاء من الله تعالى. هنا طبعا بدأ يسيرا لأن الأمر سيتكامل ويكبر ويعبر. قال الله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وأنبه لأن بعض الإخوة لما يقرأ الآية من باب التنبيه فقط يظنها من كل زوجين، فإذا راجعت الآية انتبه لقراءتها من كل وليس من كل زوجين. من كل أي من كل صنف احمل زوجين، والزوجان هما الصنفان بمعنى الذكر والأنثى، فإذا حملت من الصنف الفلاني من الحيوانات ذكرا فاحمل معه أنثى، وإذا حملت من الصنف الفلاني من الطيور ذكرا فاحمل معه أنثى. زوجين أي صنفين أي الذكر والأنثى. من كل أم من كل صنف؟ هل المقصود كل صنف من الحيوانات على وجه الأرض؟ لا لا، وهذا مما يسمى بالعموم المخصوص، قد ذكرت لكم سابقا أمثلة هذا ولن أستفيض فيه. هناك علم عند علماء الشريعة يسمى علم أصول الفقه، مو الفقه، أصول الفقه، يدرسون فيه هذه الجزئيات. لما نأتي بكلمة عامة هل يقصد بها جميع أفراد الشيء أم يمكن أن يستثنى بعضه؟ يمكن أن يستثنى بعضه في حالات، فمن كل زوجين ليس من جميع مخلوقات الله التي على وجه البسيطة احمل في السفينة، وإنما من أصناف حددها الله تعالى له. زوجين اثنين وأهلك، أي واحمل أهلك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. قال: من الذي سبق عليه القول منهم؟ هو زوجته. قال الله تعالى عنها، قال ليش ما هو ابنه؟ سآتي. زوجته قال الله تعالى عنها، نعم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولا بأس أن أقول الخيانة ليست بالشرف، فخانتاهما أي بالكفر مو بالعرض. ما ورد أن امرأة نبي من الأنبياء زنت أبدا بالمطلق مهما كان الذنب، فخانتاهما أي بالكفر.
نعم. قال وأهلك إلا ما سبق عليه القول هي زوجته. قال وابنه أيضا غرق وكفر. نعم. ولكن يبدو من سياق الآيات أن نوح عليه السلام لم يكن جازما بأن ابنه سيبقى على الكفر، بينما كان جازما بإعلام الله له، يعني الله أخبره أن امرأته باقية على الكفر. قال من أين جئنا بهذا الكلام؟ من الآيات التي بعدها. قال نوح قال لسيد لابنه يا بني اركب معنا، لو كان يعرف من الناس الذين لا يستحقون الخروج ايش كان يقول له؟ روح مع عمك الى النار والعياذ بالله الى الغرق. ما قال لزوجته تعالي، معك الله انه قال لا. لماذا؟ لانه لانها ممن سبق عليها القول. اما ابنه فالله اعلم انه لم يكن مجزوما بذلك، لذلك دعا. قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وهذا المقطع القصير من الآية أيضا عجيب التأثير. وما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل. يا الله كم صبر الأنبياء وكم يعلموننا الصبر. الآن أكثرنا لما يعني يدعو يتعب قليلا يمل ويكل، يقول لك تعبت كليت مليت انبرم سيني وانا عم بنصح، ما عاد ارد عليه لا الاقارب ولا الاغارب. سبحان الله، الله يقول لك عن نبي دعا قومه قرابة 1000 سنة وما امن معه الا قليل. فما شاني وشانك؟ اعود فاقول اصبروا وصابروا ورابطوا، لنا موعد قادم ان شاء الله. اللهم انفعنا بما تعلمنا. الحمد لله رب العالمين.